من نيويورك مراسلتنا هدى عثمان. هدى، ما الفرق بين الحجر الصحي المفروض حاليا في نيويورك والذي يريد ترامب فرضه على المدينة ومدن أخرى؟ لم يحدد ترامب خلال حديثه اليوم، لم يحدد تفاصيل العزل الجديد، ولكن ما يعنيه هو عزل سكان ولاية نيويورك وربما أيضا ولايتي نيوجيرسي وكونيتيكت، عزلهم عن باقي الولايات المتحدة، الولايات بالولايات المتحدة، وذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين بهذا الفيروس بكل من نيويورك. نيويورك طبعا بها 52 ألف حالة، يعتبر ذلك تقريبا نصف عدد الحالات بكل الولايات المتحدة موجود بولاية نيويورك وخاصة بمدينة نيويورك. رد فعل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو كان أنه قال: أنا لا أعلم كيف سيقوم الرئيس بتنفيذ ذلك عمليا على وواقعيا، وقال أنه لا يعلم أيضا كيف يتم ذلك قانونيا، وأنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة، فكرة عزل ولاية نيويورك، وأنها قد تؤدي إلى تأثير عكسي. بعض المحللين هنا أيضا أشاروا إلى احتمالات إعلان ترامب عن ذلك قد يؤدي إلى هروب سكان نيويورك إلى ولايات أخرى قبل الإعلان عن هذا العزل رسميا، مما قد يؤدي إلى تأثير عكسي. ماذا عن المواطنين في الولايات المتحدة والبلاد أصبحت الأولى في عدد الإصابات عالميا، كيف يعيشون مستجدات الفيروس هناك؟ طبعا هناك خوف هنا كبير، لأن كل يوم نستيقظ على أعداد تتضاعف وأعداد كبرى، وخاصة هنا بنيويورك العدد ما بين يومي الخميس وبين اليوم إعلان أندرو كومو هو حاكم نيويورك يقوم بمؤتمر صحفي يوميا ويعلن عن هذه الحالات، ولكن ربما أريد أن أشير إلى بصيص من الأمل. ففي مؤتمر الصحفي اليوم أشار أندرو كومو إلى أن عدد حالات العناية المركزة قد انخفض انخفاضا كبيرا خلال يومين الماضيين، انخفض من 374 إلى 174، أي انخفاض ب 200 حالة. حذر من عدم التفاؤل لأن هذا يوما واحدا، ولكن طبعا هناك بصيص من الأمل بسبب انخفاض عدد حالات العناية المركزة. ماذا عن وضع ترامب السياسي في الولايات المتحدة والاقتصاد؟ قد تضرر كثيرا بسبب فيروس كورونا، هل سيكون الوضع هو نفسه لترامب ما قبل كورونا وما بعدها هدى؟ غير واضح تأثير الاقتصادي، لأنه طبعا هناك الانتخابات ستكون في نوفمبر المقبل، ونتوقع أن تكون هناك كثير من التطورات والأحداث على الاقتصاد، خاصة ما بين اليوم ما بين موعد الانتخابات. ولكن طبعا التحفيز الاقتصادي الذي تم الموافقة عليه بقيمة 2 تريليون دولار، أكبر تحفيز اقتصادي بالولايات المتحدة في تاريخها، سيساعد كثيرا في مساعدة ترامب ربما سياسيا على الأقل خلال الفترة الحالية، ولكن سنتابع لنرى ما سيحدث مع الاقتصاد وطول هذه الفترة إلى متى ستستمر. هدى عثمان، شكرا جزيلا لك.